اولا السلام عليكم. بصيفتي انني ودادي وكندعم الفريق الوداد. انا فهمتي واخا الوداد تقصات من فهمتي المقابله اللي كانت الاخرى، ولكن انا كندعم الرجاء. ما نقدرش ندعم واحد الفريق براني عليا انا، فهمتي باش نوصل لك. يعني انا كنتمنى ان يكون نصيب ديال الربح للرجاء. يعني كيفاش كيبان لك هذا الماتش؟ هذا كنعرفوا يعني الطاقه اللي عند مكونات فريق الاهلي ماشي اللي عند الرجاء، ولكن الرجاء كتكبر في المقابلات يعني الكبير. اقول الفريق الاهلي ما سالش والرجاء حتى هي ما سالاش، ولكن حتى الرجاء كتقدم مقابلات في حالة البطولات هذو كتقدم مقابلات زوينه، وان شاء الله تكون الرجاء هي اللي تفوز بالمقابله ان شاء الله نتمنى. نسبه الاهداف يعني شنو غادي نسبه الاهداف؟ شنقول لك تكون واحد جوج لواحد، ما نقدرش نعطي واحد الفرق كبير قاش هذاك فريق بجوجهم كبار، فهمتي بجوجهم في نفس المثابه. الرساله ديالك يعني اللاعبين يعني اللي غادي يمثلوا المغرب ماشي غير يضمنوا غير الفريق الرجاء؟ الرساله ديالي انهم يترجلوا في المقابله، هادشي اللي غنقول لك، يترجلوا في المقابله ويلعبوا بالنفس. يعني راه كيمثلوا من تقصى واحد الفريق اللي سميتو الوداد، راه الرجاء راه غتعوضها. يعني كيف ما بقاش كيف الحاله بقات الوداد كيف بقات الرجاء، خصها تقدم مقابله في المستوى. السلام عليكم. المهم انا اخويا بالنسبه لي الماتش ديال غدا ماتش نقدر نقول لك ما محسومش بالنسبه لي، حيت الرجاء كتكبر في الفينالات. الرجاء كتلعب مزيان في الفينالات، وحتى الاهلي بون ايكيب. يعني ما نقدروش نقولوا لا راه الاهلي غديها ولا هادي، فهمتي؟ وهادشي اللي كاين اخويا. يعني اللي درنا واحد المقارنه ما بين الفريق الاهلي وكذلك فريق الرجاء، يعني فين كاين القوه عند فريق الاهلي ومع فريق الرجاء؟ القوه عند فريق الاهلي اللاعبين ذو الخبره، عندهم خبره في الميدان. يعني كتلقى مثلا كره مقتوله كيفينيها، هادشي باش فايتين اللعابه في المغرب، عندهم لعابه ناضي. وبالنسبه يعني للفريق الرجاء البيضاوي؟ بالنسبه للفريق الرجاء البيضاوي اخويا ما نقدرش نقول لك، هو كيمر من واحد الحاله اللي ضعيف فيها، ولكن فينالات الله اعلم اخويا، حيت شفنا الفينال ديال ضد الاتحاد، وشفنا الفينال ديال الترجي كاس سوبر، الرجاء تلعب لعبه مزيان. نسبة الأهداف شحال غتكون في المقابلة ونسبة الأهداف؟ نقدر نقول لك أنا شي جوج زيرو ولا واحد زيرو. ونسبة اللاعبين؟ أخويا الله يوفقهم أخويا، وحنا راه غنشجعوا، حنا المهم نشجعوا أنا ودادي وغنشجع الرجاء. إن شاء الله ديما رجاء وغتبقى رجاء ودائما رجاء إن شاء الله. يعني الأهلي يعني واخا الأهلي واخا هذا، ولكن الرجاء تتبقى يعني الفريق العالمي إن شاء الله اللي غادي يبقى، والاستمرارية ديالو غادي تبقى خالدة إن شاء الله وديما رجاء. يعني اللاعبين رسالتك للاعبين قبل ما ياخذوا الماتش؟ أنهم ياخذوه بحزم وما يعني ما يتهاونوش في وسط المقابلة، وياخذوها يعني بكامل الثقة، وإن شاء الله غادي يكون غير الخير. نسبة الأهداف؟ إن شاء الله 2-0 للرجاء. بالنسبة لي الرجاء إن شاء الله إلا غتنتصر، واخا فريق الأهلي شوية عنده الدفاع وعنده الهجوم، وأنا الرجاء تي عندها خاصية ديالها، عاد الدفاع تي وعندها الهجوم، ونتمنى إن شاء الله يكون المدرب الجديد اللي جا الرجاء إن شاء الله يكون يدو هاد الكادية السوبر. حقيقة باش نقول لك دابا الرجاء وهذا غيكون مقابلة مصيرية، نقدر نقول لك غيمشيو حتى للصوتين الإضافيين، ونقدر نقول لك الرجاء غادي يضرب بيت في الصوت الإضافي الثاني في الدقيقة 120. بالنسبة للأهداف يعني شحال غتكون في المقابلة؟ أنا قلت لك هدف دقيقة 120 الرجاء إن شاء الله غادي ندوخهم إن شاء الله في ذاك البيت الأخر الشوطين الإضافيين. رسالة ديالك للاعبين؟ كنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والصحة والسلامة، ويعود إن شاء الله أرض الوطن بخير وعلى خير. حنا كمغاربة غادي نشجعوا الرجاء البيضاوي، حنا كمغاربة حيت دابا حاليا ما كاينش شي حاجة سميتها رجاء الوداد، كاملين فاش كيولي واحد الفريق مغربي لاعب مع واحد الفريق خارج المغرب بيان سو كنشجعوا حنا الرجاء. الوداديين كيشجعوا الرجاويين، والرجاويين كيشجعوا الوداديين. حنا كنشجعوا الرجاء البيضاوي. كنعرفوا يعني الإمكانيات اللي عند الأهلي ماشي هي اللي عند الرجاء، يعني المقابلة غتكون صعيبة. بيان سو الرجاء كتكبر في المقابلات اليوم. بيان سو
السوق احنا تبارك الله علينا فهمتيني بحال دابا فاش كيكون واحد الفريق مغربي وكيكون هنا في المغرب لاعب ما بين بحال دابا باغ اكزومبل كاين راجل الوداد كيكون كيلعب واحد النيفو مي فاش كيكون خارج البلاد كيكون واحد الجهد كبر حيت بحال دابا لعب الراجل الوداد غير ربحوا مغاربه مي فاش اللي كانوا لاعبين خارج المغرب راه اوتوماتيكمون غادي يربحوا غادي الجهد غيتضرب في اربعه او خمسه المرات انا كنتنبأ تقريبا غادي تكون واحد لو ماكسيمو واحد ما بين خمسة لواحد خمسة لجوج الماكسيمو إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.